المجلس القومي للمرأة نشر أرقام هواتف لإنقاذ الفتيات في حالة تعرضهن للابتزاز. بنات اتصلوا على 15115، تمام؟ ده كده 100 فل. لا أنا عايز أقوله حاجة تانية خالص بعد إذنكم. أولاً خلونا نشكر، تمام يا عمر، خلونا نشكر المجلس القومي للمرأة على تفعيل هذا الرقم ونشره وإعلانه وتشجيع البنات على أن هم يتواصلوا عليه إذا لا قدر الله حصل حالة من حالات الابتزاز. بس هو مهم قوي بقى في إيه؟ إن إحنا بناتنا نفسهم إحنا نشتغل على توعيتهم. يعني في النهاية إحنا عندنا بناتنا، بنتي وبنتك وبنتك وكل الكلام ده، في سن معين، وممكن يبقى مثلا لو من سن 13 ماشي معاك بقى لحد 18 ولا 21 سنة، البنات بتبقى لسه أحاسيسهم مرهفة وعندهم التجربة الأولى طول الوقت. مهم قوي إن إحنا نعلمهم إزاي يتعاملوا مع سنهم ده، إزاي يتعاملوا مع مشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم في السن ده، إزاي يقدروا يتعاملوا مع إذا حصل التجربة الأولى بتاعت إنها حبت أعجبت، يعني حصل تلاقي فكري، يا سيدي مش دي القصة، إزاي أتعامل وإزاي أحمي نفسي. يعني إزاي تحمي نفسك أنتي بنتي الجميلة اللطيفة الظريفة دي، إزاي تحمي نفسك؟ ده مهم قوي 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 قوي، حتى لا نضطر بعد كده ان احنا نتصرف تصرف خطأ، او ان احنا نشوف هنحل المشكلة ازاي. انا عايز نبدأ من قبل ما المشكلة تحصل. خلونا ناخد معنا على التليفون استاذة امل عبد المنعم، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني الارقام اللي موجودة دي، انا اول سؤال ليا، دي ارقام جديدة يا فندم لسه طالعة ولا هي موجودة واحنا بنعيد نشرها؟ لا، ده خط استشارات قانونية واجتماعية ونفسية موجود من سنين 15115. حلو قوي. بنشتغل من 9 لـ9 يوميا، وجمعة وسبت وكل الايام. جميل. في مجموعة من الخبراء بيردوا على الخط ده بحيث ان هم يدوهم الاستشارة القانونية السليمة، يعملوا ايه وكل الخطوات اللازمة ان هم يتخذوها لأخذ حقهم. لو محتاجين دعم نفسي او دعم اجتماعي، بنحاول ان احنا برضو نوجههم ازاي يعملوه وازاي يتوصلوا ليه، بحيث انه وده كله بيبقى من خلال الشركاء. يعني احنا مش بنشتغل كمجلس لوحدنا، احنا في تعاون مع النيابة العامة ومع الداخلية ومع الأمانة العامة للصحة النفسية ومع جهات كتير ومع مجتمع مدني، بحيث انه نقدر نقدم الخدمة على أكمل وجه كل حالة بحالتها. يعني كويس قوي. طيب أنا عندي سؤال. طبعاً. هنا ده الرقم اللي هنتعامل بيه بعد ما حصلت المشكلة. أنا عايز أعرف إيه اللي ممكن نعمله قبل ما المشكلة تبدأ. يعني يمكن أنا في مقدمتي للخبر قلت إحنا عاوزين نعلم بناتنا إزاي يتعاملوا مع سنهم ده. هل المجلس بيقدر يقدم لنا حاجة البنات يقدروا يتواصلوا بيها ويفهموا منها ويتعاملوا عن طريقها بحيث إنه ما يقعوش في المشكلة من الأساس؟ دي توعية، هو مش هتبقى باتصال تليفون، هو توعية عامة. انه دلوقتي احنا كلنا الولاد والبنات والكبار والصغيرين معاهم اجهزة الكترونية متصلة بالانترنت، ففي المفروض يبقى في حدود في التعامل مع اي حد، سواء اعرفه في المجتمع عادي او اعرفه من خلال العالم الافتراضي. لازم يبقى معروف ايه اللي بيتبعت وايه اللي ما بيتبعتش وايه اللي بيتقال وايه اللي ما بيتقالش. كل حاجه ما تبقاش متاحه على الانترنت من خلال الموبايلات او من خلال الاجهزه عموما، لانه دلوقتي في تقنيات بتتحدث بطرق كتير، وفي نفسيات انا ما اعرفش اللي قدامي ده نفسيته ايه، ممكن يستخدم اي معلومه سواء بسيطه او كبيره بطريقه تاذيني او ما تاذيني يعني او تدخل في حاجات المفروض انه ما تتعرفش
بره نطاق معين. مظبوط. فدي توعيه عامه مش من خلال تليفون او كده، دي توعيه عامه انه الاجهزه اللي في ايدينا دي ليها الحلو بتاعها وليها الخطوره بتاعتها اللي المفروض نبقى عارفين نتعامل بيها ازاي. دي توعيه عامه، ده بالنسبه لي مفهوم جدا، ومش عن طريق تليفون برضو ده مفهوم جدا. اللي انا بقصده هنا على سبيل المثال، انا مؤخرا بدات اشوف مجموعه من التمثيليات بدات تظهر على شاشات التلفزيون المختلفه بتتكلم شويه على المشكله دي وحاجات من النوع ده. لكن اللي انا بقصده انه هل من الوارد مثلا ان المجلس يجي يقول والله احنا هنعمل مسابقه لطيفه عن افضل 25 قصه مكتوبه حول توعيه البنات ب أزمة الابتزاز دي على سبيل المثال، والمجلس يشكل لجنة من كتاب سيناريو ومؤلفين ومخرجين وحاجات زي كده، وننقي 3-4 حاجات ودول اللي يتم مثلا المساهمة في إنتاجهم إذا كان الموضوع يسمح بذلك علشان يظهروا على الشاشات. التأثير بتاع الدراما والسينما أقوى 30 مليون مرة من التأثير بتاع إن أنا أعمل له حاجة تتحط على ويب سايت أو على بيج بتاعت فيسبوك أو حتى إن أنا أقولها في البرنامج بتاعي ده. هو حضرتك عند حضرتك حق طبعاً، التوعية بالدراما هي اللي بتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ده نوع من أنواع التوعية قوي. وفي أجهزة كتير متخصصة في كده، وزي ما حضرتك بتقول إنه في تمثيليات النهاردة بقت هادفة وبتلمس الإشكاليات اللي موجودة في المجتمع. أيوه. لأنه مهما كان في، يعني إحنا النهاردة عندنا قوانين مغلظة لجرائم تقنية المعلومات، عندنا أجهزة قوية زي مباحث الإنترنت والنيابة العامة بيعملوا أربع على يعني على قدم يعني على مدار الساعة إن هم يبقوا بيساعدوا على أمن وأمان المجتمع. لكن طبعا التقنية الحديثة المتطورة اللي بكل يوم بجديد وفي نفوس سيئة كتير، فطبعا ده هيخلي انه دور التوعية مطلوب. فالفكرة بتاعت حضرتك نحطها في طي الدراسة ونبتدي فيها، وأفكار تانية كتير ومؤسسات وكتاب دراما يبتدوا يشتغلوا على التوعية دي، واحنا تحت امرهم في اي معلومات قانونيه او معلومات على اكثر الاسئله او القضايا اللي ممكن تتعرض ليها الناس ان هم يشتغلوا عليها، ونساعد بعض كلنا كل واحد في مجاله، بحيث ان احنا نوصل لل يعني لامان المجتمع، لان ده حاجه بتعكر صف المجتمع. اي حادثه بتحصل او اي حاجة بتحصل في نطاق أسري بيبقى فيه خوف أو توتر أو نوع من أنواع الابتزاز أو الرعب للأسرة دي إن هم يقتدحوا أو كده، ده طبعا ده بيبعكر صفهم وما بيخليهمش يقدروا يعيشوا بشكل سوي. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر ليكي. شكرا جدا أستاذة أمل عبد المنعم، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة.